نواصل درس تمثيل الدوال التربيعية بيانيا وحلها بيانيا، طبعا الدرس الأول والثاني. الجزء الثالث راح نتكلم في هذا الدرس عن إيجاد حلول معادلة تربيعية بيانيا وتقدير أصفار دالة تربيعية بتحديد موقعها بين عددين صحيحين. طبعا احنا ليش دامجين بين الدرس الأول والثاني؟ لأن احنا كنا نتكلم الدرسين يتكلمون عن تمثيل دالة تربيعية، فالحين لو عطاني معادلة تربيعية وطلب مني أحلها بيانيا، يعني الحين هذه معادلة تربيعية هي سالب اكس تربيع ناقص 5 تساوي 6 اكس، كان يعطيني دالة. الحين هو بس يبغي حلول المعادلة بيانيا اللي هي قلنا التقاطع مع محور اكس. طبعا في البداية إذا كانت المعادلة مكتوبة بهذا الشكل لازم أخليها معادلة صفرية، ففي البداية راح أنقل 6x إلى الجهة الأخرى، فراح تصير سالب x تربيع، هذه بالموجب بتصير بتسالب، سالب 6x سالب 5 يساوي صفر، صارت معادلة صفرية. راح أسمي هذه مثلا fx، كأنه صار السؤال عادي الحين، وأنا مجرد أرسم الدالة التربيعية هذه بيانيا. فراح أوجد أول شيء الـ A والـ B والـ C. الـ A واضح إنها هي سالب 1، الـ B واضح سالب 6، والـ C كم؟ سالب 5. فإذا أوجدنا الأحداثي X لرأس المنحنى اللي هو قلنا سالب B على 2A، سالب B يعني سالب سالب 6، يعني 6 على 2 في الـ A سالب 1 راح يعطينا طبعا 6 على سالب 2 يعني سالب 3. فبالتالي رأس المنحنى لإحداث الـ X إله سالب 3. مثل ما قلنا من خلال التمثيل البياني راح ناخذ عددين يمين، طبعا هذا الجدول مرسوم عمودي، أنا أقدر أخليه أفقي مثل ما تعلمنا، فنفس الشيء أفقي ولا عمودي. هني راح أقول العددين عددين طبعا قبل سالب 4 وسالب 5 يعني أعداد الأصغر، وهني سالب 3 سالب 2 سالب 1. نفس الشيء راح أعوض ب الآلة الحاسبة عندي، أكتب الدالة اللي هي سالب X، طبعا أكتب هذه الدالة اللي هي سالب X تربيع سالب 6 X سالب 5، واضغط قلنا راح نضغط كالك سالب 5 يعطينا كم؟ صفر. كالك سالب 4 3، كالك سالب 3 4، وهكذا إلى آخر الجدول. فراح أكتب القيم اللي طلعت عندي، هني راح هني طلع عندنا 0 3 4 3 0، مثل ما قلنا لازم يكون في تماثل، يعني 3 3 0 0 لازم يكونوا نفس الشيء. نمثلها بيانيا، سالب 5 و0 هذه النقطة، سالب 4 و3 فوق، سالب 3 و4 هذا هو الرأس، وبعد ذلك طبعا قلنا النقاط راح تكون فيها تماثل، سالب 2 و3 وسالب 1 و0، نوصلهم طبعا نوصلهم طبعا باليد، بس ما يكون خط أعوج مثل ما أنا راسمنا، تكون أوضح الأوضح بترسمونها. طبعا هذا المدة إلى الأسفل، هذا هو التمثيل البياني للدالة fx. طبعا الحين هو يبغي الحلول، احنا قلنا الحلول بيانيا هي التقاطع مع محور x، لاحظوا ان التقاطع مع محور x هو سالب 1 و سالب 5، يعني انا لو خليت ال x هنا بسالب 1 وعوضت في الدالة كم طلعت عندي؟ صفر، وهذا هو معنات الحلول، يعني اللي يخلي القيمة صفر هي سالب 1 أو سالب
5. طبعا لاحظوا ان الجدول ايضا يعطينا الحلول بيانيا. شلون نطلع الجدول؟ شلون نطلع الحلول؟ ان نشوف قيمة اكس اللي تعطينا صفر. يعني لاحظوا هذا صفر وهذا صفر، اذا تكون الحلول هي -5 وسالب 1. بس هو طلبها طبعا بيانيا، يعني لازم ارسم واوضح ان الحلول من خلال الرسم هي التقاطع مع محور اكس، فتكون -1 وسالب 5. ناخذ سؤال اخر او فكرة اخرى. طبعا هني انا في بعض الاحيان ارسم بس ما يطلع عندي واضح كم هي حلول الدالة، فراح نقدر هذه الحلول. فإذا تغيرت الإشارة أو إشارة قيمة الدالة لعددين معينين، فإن هناك صفر حقيقي واحد على الأقل بين هذين العددين. بنوضح هذا من خلال هذا التمرين. حل المعادلة التربيعية بيانين، وإذا لم تتمكن من إيجاد القيم الفعلية، يعني إذا ما كانت الحلول واضحة من خلال الرسم، حدد العددين الصحيحين المتتاليين اللذين يقع بينهما هذا الصفر أو حلول إلى هذه الدالة. طبعا هذه هي الدالة -x^4 -4 = -3. قلنا أول شيء احنا لازم نخليها معادلة صفرية، فراح نقول -x^4 -3. لو نقلت بصير بالموجب، -4 + 3 راح يعطينا كم؟ راح يعطينا -1، طبعا يساوي صفر. اسمي هذه الدالة مثلا اف اكس، واطلع الاي والبي والسي. طبعا الاي -1، البي هي 4. طبعا السي ما بتفيدني في شيء، لان احنا قل هني بس يبغى الحلول، حتى لو ما كتبتها ما في اي مشكلة. طبعا الاحداثي اكس قلنا -b/2a، طبعا احداثي اكس اللي رأس المنحنى، -b يعني نقول -4/2 في -1. -4/2 راح يعطينا 2، فراح احط 2، هذا 2، هاي طبعا محور واي وهذا محور اكس. 2 1 2، يمينه 3 و4 ويساره 0 و -1، او يسار عفوا 1 و0. فلو عوضنا باستخدام الآلة الحاسبة، طبعا عوضوا انتم بالآلة الحاسبة، خلاص الحين اتوقع صارت العملية واضحة بالنسبة اليكم. طبعا بالتعويض بالآلة راح يطلع عندي، اذا عوضنا بالصفر -1، الواحد يعطينا 2، هذا يعطينا 3، وبعدين نكرر نقول 2 و -1. فنمثلها بيانيا، 0 -1، 1 و2، 2 و3، هذا 2 و3، بعد ذلك 3 و2، طبعا هذا 1 2 3، و4 و -1. نوصلهم، لاحظوا واحنا نوصل طبعا هني نخلي نوع القوس، طبعا قلنا هذا راح نمده الى الاسفل. لاحظوا الحين هل انا اقدر اطلع الحلول؟ طبعا هو يبغي الحلول، الحلول او الجذور. طبعا كلمة الحلول او الجذور هي نفس الشيء، الحلول او جذور المعادلة هي نفس الشيء. فلاحظوا هل اقدر انا اقول هذا كم؟ هذا 0.5، هل اقدر اقول هاي 0.25 لو 0.1 لو 0.2؟ ما اعرف، نفس الشيء هني. فاذا ما كان واضح كم هذا، انا على حسب رسمة الواحد، فاحنا راح نحدد العددين الصحيحين الذين يقع بينهما هذا الصفر. فنقول ان الحلول تقع بين، وين تقع؟
لاحظوا انه هي تقع ما بين الصفر والواحد، هو بالعددين صحيحين متتاليين، فنقول انه هي تقع ما بين الصفر والواحد، هذا الصفر الاول، او خلينا نقول و الثاني ما بين الثلاثة والأربعة. خلاص يعني نقول واحد منهم ما بين الصفر والواحد، والثاني ما بين الثلاثة والأربعة. فهذا بالنسبة إلى كيف إذا ما كان عندي واضح أقدر أقول إنه ما بين العدد الصحيح له صفر وواحد. فهذه هي فكرة تغير الإشارة. يعني لاحظوا، عند الصفر إشارة سالبة، عند الواحد إشارة موجبة، فأكيد في صفر ما بينهم. هذا هو معنى هذا النظرية. هاي بالنسبة إلى هذا السؤال. طبعا في ملاحظة ما قلناها، إذا إحنا رسمنا قلنا يمكن في حلين، ويمكن في حل، وممكن أرسم أنا وما في تقاطع مع محور إكس، فنقول لا يوجد حلول. فهني نقول لا يوجد حلول، هني نقول في حل واحد على حسب هذه النقطة، أو نقول في حلين. ناخذ سؤال آخر. استعمل الجدول لتحديد موقع الأصفار. الحين من خلال السؤال السابق احنا حددنا الموقع، يعني الحلول ما بين كم وكم من خلال الرسم البياني. نقدر من خلال بس الجدول نعرف موقع الأصفار. شلون؟ احنا قلنا إذا تغيرت الإشارة لقيمة الدالة ما بين عددين فهناك صفر حقيقي واحد على الأقل. يعني أنا عندي هذا مثلا تمثيل بياني، لو كانت هني قيمة موجبة بعدين قيمة سالبة، فأنا لو بوصلهم فأنا بقطع محور إكس، فهذا حل من الحلول. يعني إذا تغيرت الإشارة من موجب لسالب، أو من سالب إلى موجب، من سالب إلى موجب، فهناك صفر واحد على الأقل. فاحنا نشوف، نطالع بس تحت قيم الواي أو اف اكس، هل في تغير في الإشارة؟ لاحظوا، سالب سالب، لا ما في تغير. سالب موجب تغيرت، إذا هذيلا موقع الأصفار راح تكون هني. خلينا نكمل، موجب موجب، لا موجب سالب، أيضا هناك أيضا صفر آخر للدالة. لاحظوا بعدين سالب 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 سالب، ما في تغير. فنحدد الاكس اللي فوق، فلاحظوا هني سالب موجب، فنقول ان الاصفار مثل ما قلنا هي اسمها حلول المعادلة او اصفار الدالة او جذور الدالة، كلها مصطلحات واحدة. فنقول الحلول او الاصفار بين كم؟ سالب 6 وسالب 5 و سالب 4 وسالب 3. يعني في صفر ما بين الاكس اللي هي سالب 6 وسالب 5، وايضا في صفر اخر بين كم وكم؟ بين سالب 4 وسالب 3. على اي اساس حددنا هذا الشيء؟ على اساس تغير الاشارة الى قيمة الدالة. سؤال اخير في هذا الدرس. اذا كان العدد 4 احد جذور المعادلة، مثل ما قلنا جذور هي نفسها كلمة حلول المعادلة، x تربيع زائد كي x ناقص 12 يساوي صفر. فإذا هذا أحد الحلول، فأنا مجرد أن راح أخلي ال x كم؟ بأربعة. فإذا كان إذا خلينا ال x أربعة، بعوض أربعة تربيع، راح أكتب أربعة تربيع زائد كي في أربعة ناقصا 12 كم يساوي؟ يساوي صفر. أربعة تربيع راح يعطيني 16 زائد 4K ناقصا 12 يساوي صفر. طبعا أخلي 4K، 16 ناقص 12 راح يعطيني موجب 4 يساوي صفر. أنقل الأربعة بتصير 4K تساوي سالب 4، أقسم على 4، فبالتالي الكي تساوي سالب 1. فبالتالي إذا كانت الأربعة أحد الحلول فالكي تساوي كم؟ سالب 1. يعني مجرد إذا قال لي عدد هو أحد الجذور، أعوض في المعادلة اللي يعطيني إياها. فهذا بالنسبة إلى هذا الدرس.
تعلمنا كيف نحل معادلة بيانيا وشلون نحدد مواقع الأصفار أو الحلول، وإذا أعطانا عدد هو أحد الجذور أو الحلول شلون نطلع قيمة مجهول.